بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمكم نرحب بالأستاذ الكبير الأستاذ مهدي أبو ديب، الأستاذ الذي أثبت وجوده من خلال مواقفه المشرفة. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هناك جوانب عدة قد يحكم الإنسان من خلالها على الآخرين ويقيمهم ويعطيهم منزلتهم. هناك مثلا جانب الأسرة والأهل والحسب والنسب، وهناك جانب المال، وهناك جانب العلم، ولكن الأهم من ذلك كله هو جانب العمل. فكل ما ذكر سواء كان مالا أو نسبا وحسبا أو جاها أو علما لن يعطي الإنسان قيمة ما لم يكن عمليا. بمعنى أن الإنسان ما لم يوظف علمه في العمل فلا قيمة لعلمه، وما لم يوظف حسبه ونسبه في العمل لا قيمة لحسبه ونسبه، وكذلك من لم يوظف ماله في العمل لا قيمة لماله. وأي عمل؟ المفروض أن يكون العمل من أجل الآخرين، من أجل من يعيش الإنسان معهم وفي وسطهم، فيعطي كل ما يملك من أجلهم ويذوب فيهم ويتفانى معهم. وهذا بالضبط ما مثله أستاذنا الكبير الأستاذ مهدي أبو ديب. فلولا مواقفه المشرفة، ولولا مواقفه العملية، ولولا ما كان عليه من خلق كبير ومن عزم عظيم ومن إرادة صلبة ومن سعي مستمر من أجل مصلحة الآخرين لما استطاع أن يتسنم عميد المدرسين. لا شك أن فئة المدرسين فئة مثقفة وعلى مستوى كبير من العلم والمعرفة، ومن يتسلم عمادتها لا بد أن يكون على مستوى كبير أيضا. فلولا مستواه العظيم، ولولا مستواه الكبير، ولولا ما عليه من عمل جاد ومخلص من أجل الآخرين لما استطاع أن يصل إلى هذا المنصب. ولما وصل إليه أثبت عمليا أنه كفء له وأنه جدير بهذا المنصب، ومن هنا احتل المكانة في نفوس الآخرين. فأعتقد أن الكثير ممن هو موجود معنا هنا لم يتشرف بلقاء الأستاذ من قبل، وأنا واحد منهم. لم أتشرف برؤيته من قبل، ولكنه احتل قلوب الجميع. لماذا؟ لمواقفه. وما نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق الدائم وبحياة سعيدة، وبأن يواصل عمله المثمر من أجل الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين. أسعد الله مساءكم بكل خير باسم أهالي سترة الكرام ومربين الأفاضل الأستاذ إبراهيم والجماعة والدكتور منصور والأستاذ علي والآخرين. نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ الكبير الأستاذ مهدي أبو ديب في هذا المكان الطاهر. طبعا إخواني وأعزائي وآبائي، لا يخفى على الجميع أن هذه الشخصية نذرت نفسها من أجل الآخرين كما ذكر سلفا للأخ الأستاذ المربي الكبير الوالد الأستاذ إبراهيم إسماعيل. شخصية نذرت نفسها من أجل العطاء، من أجل الرفعة، من أجل الكرامة والعزة والشموخ. أستاذ مهدي أبو ديب، مهدي أبو ديب طبعا مربي فاضل عرفناه من فترة طبعا بعيدة وليست بقريبة، هو صديق نعتز به وهو غني عن التعريف في هذا المجتمع، ولكن كما ذكر الأستاذ جاسم بأن صيته وشموخه نعم ونفده يعني ارتفعت بعد هذه التضحيات اللي قام بها. طبعا رجل طبعا مواقفة نبيلة ومشرفة من أجل رفعة أبناء هذا البلد من الناحية العلمية والثقافية وغيرها والاجتماعية. فبدوره مع مجموعة أسسوا جمعية المعلمين، جمعية طبعا المعلمين من أجل خدمة هذا الجيل ومن أجل خدمة هذا الوطن وأبنائه، وقدم الكثير وبنى بناء فوقيا للعلم والمعرفة والزيادة لأبناء هذا الوطن وأبناء هذا الجيل. الأستاذ طبعا احنا يعجز اللسان عن تقديم الشكر والوصف والمدح، وهذه التضحيات لم تأتي من فراغ، ولكن الرجل نذر نفسه لحقبة من الزمن من خلال تضحياته من خلال عمله الدؤوب، ولم يتوقف ولم يتوانى من أجل تقديم أي خدمة يطلبها منه أحد سواء من المعلمين أو غيره. طبعا هذه المواقف النبيلة والمشرفة نعم تدون وفي سجل الرجال الخالدين، رجال الذين لهم إسهامات وعطاء كبير. فإحنا نحيي بدورنا ونيابة عن أهالي سترة المربي الفاضل الزعيم، زعيم المعلمين وعميد المعلمين الأستاذ مهدي أبو ديب، ونقول الحمد لله على السلامة، ونتمنى أن لا يتوقف هذا العطاء بل يكون في زيادة إن شاء الله إلى الرفعة وإلى التقدم. وأنا من هنا أحيي الأستاذ أثني على ما قام به من دور فعال ودور مشرف شرفنا جميعا خلال عمله الدؤوب. نتمنى طبعا إليه الموفقية إن شاء الله في الفترة القادمة وأن نحتفي به جميعا. وشكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إخواني أباء الشهداء، أساتذة الأفاضل، أستاذي مهدي أبو ديب، في هاي اللحظة طبعا
لو حبيت أن أرتجل أمام هذه الشخصية فصعب، صعب أنك ترتجل كلام في محضر أستاذ بقامة بوديب، لكن ارتأيت ولو جزء بسيط بما أني أحد أفراد أهالي سترة أن أقدم ولو شيء بسيط، كلمة ترحيبية، بعض ما يختلجنا من مشاعر تجاه هذه القامة. مثل ما تفضلت، أنا لو بغيت أتكلم بالعامية ما رايح أوفي أو أكفي في حق أستاذنا الفاضل أستاذ مهدي أبو ديب. إحنا خبرناه عميد المدرسين وكان في حقل التعليم في البداية، طبعا كانت معرفتنا من خلال كعميد المدرسين وكرئيس جمعية المعلمين إلى أن صارت الثورة في البحرين. فهذه الشخصية برزت إضافة على أنه عميد المكلمين كشخصية اجتماعية لها حضورها، لها مواقفها، فإلى جانب الدورة في حقل التعليم برزت هذه الشخصية في مطالبته بحقوق الناس، حقوق الناس بشكل عام. احنا في هاي المحضر وباختصار، لما كان الأستاذ في غياهب السجون كنا نتألم نشوف هاي الشخصية، هذه القامة يزج بها في السجون، وننظر إلى باقي الدول في مثل هاي الحالات أن هذه الشخصية لابد أن تكرم، تبرز، تعطى حقها حتى لو اختلفت معها، ما عندك مشكلة، اختلف مع هذه الشخصية، لكن ما لازم أنك هالاختلاف يؤدي بيك أن بمثل هاي الشخصية أن تقمعها وتحطها في السجون لأنه اختلف معاك في الرأي وطالب بحقوق هي مشروعة. والكلام يطول في هذا الجانب، لأني أنا خذيت بس هذا الجانب لأن نوع ما نحس إحنا بالألم نشوف شخصيات في أمثال الأستاذ أبو ديب في باقي الدول تكرم وتعطى الجوائز، وحتى هو كان في السجن حصد الجوائز الأستاذ، والكل يذكر كم جائزة حصلها الأستاذ وهو في غياهب السجون. هذا ينم عن شنو؟ ينم عن تقدير المجتمع، ينم عن تقدير الدول، ينم عن تقدير المؤسسات لهذه الشخصية. فما بالك بالدولة، الدولة المفروض على السلطة أن تكرم هذه الشخصية، لا أن تقمعها، لا أن تزج بها في السجون. نحن من هذا المكان المتواضع نطالب من السلطة أن عوضا عن هذه السجون، عن هذه فترة السجن اللي زجت بها، أن تتدارك الأخطاء اللي وقعت فيها، وأن ترجع مثل ما يقولون شنو يعني، ترجع الجزء من حق هذا الرجل اللي سلبته منه. في النهاية أنا مثل ما قلت لكم ما أقدر أرتجل في حضرة الأستاذ أبو ديب، لكن آنيت على نفسي أني أخذ لو دقائق بسيطة لعبر عن ما يختلج في قلبي وقلوب كثير من الأشخاص اللي ما استنى لهم أنهم ممكن يتكلمون ليعبرون عن مشاعرهم. في النهاية نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذه الشخصية لنا في صحة وعافية وذخ إلى هذا الوطن، إلى هذا الوطن بشكل عام، وإلى المجتمع، وإلى الإنسان الحر اللي يتطلع إلى الكرامة وإلى المساواة وإلى العدالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بخير جميع. حسام عمره 16 سنة، في الصف الأول الصناعي، استشهد بالشوزن يوم القدس العالمي في شهر رمضان. في الإعدادي قال لي أنا بروح الصناعي
سألته بليش يعني شمعنا اخترت هذا النهج أو هذا المسار؟ قال أنا بصير مهندس طيران، أبي أخدم بلدي. أنا طبعا كأب فرحت استانست له، قلت يعني والله زين الحمد لله عندي يعني في أولاد هالشكل يفكرون. وراح الصناعي وكان متحمس لآخر الدراسة، حتى سأله أنت شنو اللي يعني من هو الشخص اللي حبب فيك هذا المسار أو شجعك على هذا الشيء؟ أنا أبي أشكره. قال لي اللي خلاني أحب هذا المسار وأحب بلدي، وأنا لازم أخدم بلدي، ما يحتاج نحتاج حق الكوادر اللي مو بحرينيين مع احترامي لهم، اللي هو الأسد مهدي. أنا تفاجأت، قلت يعني أنت شنو علاقتك فيه يعني؟ قال لي بقى التقينا فيه، ما قال التقيت فيه، التقينا فيه وعطانا الحافز على ذا الشيء. أنا هني يوم قال لي التقينا فيه وعطانا الحافز، يا البيت الشعر اللي يقول قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسول. المعلم مو بس في الصف يوقف ويشرح وهذه المادة وهذا الدرس وانتهى الموضوع، لا، المعلم يبني وطن، يبني أمة. بعد استشهاد حسام في اليوم الثاني في فاتحته زاروني اثنين، واحد شهيدين، شهيد علي عباس، وعارف شهيد علي عباس، شهيد الصلاة، شهيد سماهين، كان في مرحلة دراسية مع حسام، كنت عارفه. الشخص الثاني، الشهيد الثاني علي نعمة، كان بعد الشهيد علي عباس كان بيصير مهندس طيران، علي نعمة كان يبغى يصير بانكينج. قالوا لي نفس الكلمة، ان الأستاذ مهدي هو الشخص اللي حفزنا على ان احنا نجد ونجتهد ونطلع في 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 جدول حق حياتنا عشان نبني بلدنا. انا اقول الحمد لله اللي عندنا ناس مثل أسد وديب يحبون الخير، يحبون رفعت بلدهم وناسهم. شكرا واسف على الاطاله. مفرجنا بهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الأفاضل، أيها الأبناء الأعزة، يعجز اللسان عن وصف مشاعري وأنا بينكم، وأين في سترة الإباء والتضحية، في سترة الشموخ والكرامة بينكم أيها الأخوة الأحبة والأبناء الأفاضل، وبحضور هؤلاء المعلمين الأفاضل، وبحضور آباء الشهداء، وبحضور أبنائي الطلبة. أيها الأخوة، عندما كنت في المرحلة الثانوية ونتيجة لظروف معينة تتمثل في ارتباطي بالرياضة في ذلك الوقت، لم يكن يخطر ببالي أنني سأكمل دراستي الجامعية. وعندما أكملت دراستي الجامعية في تخصص تصميم المطبوعات أو ما يطلق عليه حاليا جرافيك ديزاين، لم أكن أفكر لحظة واحدة بأن أكون معلما.
كانت أبعد وظيفة عن تفكيري، نتيجة لما أعرفه من متاعب هذه الوظيفة، ولكون الإنسان عندما يكون معلما حقيقيا فإنه يبذل روحه وفكره ونفسه وجهده من أجل أن يوصل المعلومة لأبنائه الطلبة. ولكن ومنذ اليوم الأول الذي التحقت فيه بسلك التدريس وأنا لم أرى في نفسي إلا معلما، ومع أنني كنت أدرس مادة الرسم لكون تخصصي غير موجود في المدارس في ذلك الوقت، وأحيانا كنت أدرس مادة الخزف إلا أنني كنت أستغل الحصص من أجل الخوض في موضوعات مختلفة ذات طابع ثقافي وتوعوي وتعليمي لإيصال كل ذلك إلى أبنائي الطلبة. التحقت بسلك التدريس في 24/10/84 عام 84، ومررت بمراحل كثيرة، وفي أثناء عملي كرئيس لجمعية المعلمين منذ نهاية عام 2000 وبداية عام 2001 أيضا مررت بمراحل مختلفة صعودا وهبوطا. ومنذ خرجت من سجني التقيت بالكثيرين وسمعت الكثير مما لا أستحقه، أنا أقل مما قلتموه جميعا، أقل بكثير، ولا أستحق شيء من ذلك. أنا واحد من آلاف المعتقلين الذين كانوا ولا زالوا يقبعون في السجون، وهم بحمد الله أبطال وأقوياء وصامدين. في خلال حياتي هذه كلها أعظم تكريم لي وأعظم كلام سمعته في حقي ويثلج صدري ويجعلني أتصاغر أمام الجميع هو الكلام الذي قاله أبو الحسن: أن يكون 3 من الشهداء قد قالوا في حقي هذا الكلام الذي ينقله والد الشهيد حسام فهذا هو أعظم تكريم لي. ولا أعتقد أن الإنسان يطمح إلى ما هو أكثر من ذلك. الآن فقط أنا أشعر أنني ربما أكون نجحت كمعلم. أتمنى أن يكون طابع اللقاء أكثر تفاعلية وحميمية بإتاحة الفرصة للأسئلة والحوار فيما بيننا، ولكن أنا ألمح هنا وجوه كثيرة من الطلبة، بعضهم ربما يتذكر شيء، يعني أغلب الموجودين شباب صغار، بعضهم ربما يكون يتذكر شيئا من أحداث 2011 أو عاشها، والبعض الآخر ربما كان عمره سنة أو سنتين مثل هذين الشباب الصغار اللي في المقدمة، ولكن أنا سعيد بوجودكم أبنائي، سعيد جدا بوجودكم. إحنا في 2011 ترى حققنا انتصار كبير، انتصار إرادة شعب تحققت، كرامة شعب تحققت. وأنا دائما أقول اللي ما عاش أحداث 2011 ما عاش. إحنا إذا عشنا بإحساسنا بكرامتنا ترى عشناها في 2000
11 وهي مستمرة إن شاء الله، مستمرة وستتحقق بما هو أفضل مما كان بإذن الله تعالى، ولكن هذا يحتاج إلى مواصلة العمل. نحن أيضا انتصرنا في 2011 بالعلم والتعليم، الأطباء، المعلمين، المهندسين، الممرضين، الفنيين والتقنيين في كل الحقول هم الذين رجحوا الكفة مع بقية فئات المجتمع التي ساهمت جميعا بعطائها اللامحدود في مثل تلك الظروف القاسية. أبنائي، أنا فوجئت واقعا وأنا في السجن أن في شباب صغار، ويعني معذروني خصوصا من سترة، في شباب صغار ينقطعون عن التعليم في الرابع ابتدائي، في الإعدادي، في ما يواصلون الدراسة، وهذا خطأ كبير، وإحنا نعطي الآخر الفرصة أن يتفوق علينا في هذا المجال، وهذا مو صحيح. مثل ما تفكر في أي نوع من أنواع الجهاد والنضال اللي تواجه فيها الظلم، وقبل ذلك كله لازم تفكر في العلم، في التعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. الأمم نهضت بالتعليم. ماليزيا اللي قبل فترة مو بعيدة حققت طفرة غير طبيعية على المستوى الاقتصادي، على المستوى العلمي، على المستويات المختلفة، حققت كل ذلك بالتعليم. فلنكن جيلا محبا للتعليم لديه الطموح الكافي للوصول إلى أعلى مراتب التعليم. وعندنا نماذج مشرفة في مجتمعنا وفي سترة تحديدا العديد من النماذج المشرفة، وأخص بالذكر هنا الأستاذ الكبير الدكتور منصور اللي يعتبر نموذج مشرف للإنسان البحريني الطموح المحب للعلم والتعليم، الإنسان التربوي، وكلكم إن شاء الله نماذج مشرفة. وإذا يعني تثروني وتثرون هذا المجلس بالحوار الهادف، الحوار الساخن الجميل، أنا أكون شاكر إليكم على هذا التواصل وياكم. استغفر الله لي ولكم، شكرا لكم جميعا فردا فردا، شكرا لسترة كلها بكل بيوتاتها، بكل قراها، بكل أحيائها، على كل ما قدمتموه للثورة، وعلى هذا الاستقبال الجميل الرائع الذي أسعدني والذي أثلج صدري. شكرا لكم جميعا، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مع حضور الأستاذ هني إيانا شرف به بوجوده في المنطقة، وإن شاء الله ما ننقطع من زيارته. كان الأستاذ في السجن عندنا موجود، برز لنا أفضل الأشياء، القوة والصبر، ونعلمنا أن ما ننحني للظالم مهما كان، وأن نواصل على دراستنا مهما كنا في السجن تحت رغم الآلام والتعذيب، مهما كان أن نواصل ونحثنا على الدراسة. في هذه الأيام نتلقى اتصالات من داخل السجن مع أهالينا بأن يقولون يعني على العامية أن الأستاذ مهدي عقب ما طلع من السجن
حطوهم يعني كلش. باورهم نزل تحت انه كان حثهم على الدراسة. في ناس اعمارهم على 25 سنة حين وصلت وتوهم قدمة الحين تطلب شهاداتها داخل، يعني وصلوا على 26 27 سنة في مرحلة الزواج. الحين قاموا كلهم طلبوا بالدراسة بحث الأستاذ مهدي عقب ما حثنا، واحنا نشكر الأستاذ مهدي على كل شيء بدله لنا. شكرا أستاذي. بس أقول إن حسين على صغر سنه هو من الشخصيات البطلة. كان جاي في مبنى 10، مبنى 10 الشهير من الأيام الأولى، وكان في مجموعة الشباب الصغار اللي تحت 20 سنة. وأنا أؤكد لكم مثل ما كنت أؤكد للآخرين في الداخل إن أقوى ناس كانوا في مبنى 10 من البداية وفي الظروف الاستثنائية اللي عيشونا فيها كانوا هم هؤلاء الصغار، هم أبطال مبنى 10 ومن ضمنهم حسين. مشكور يا أبو علي، شكرا جزيلا. الحين 6 سنوات من بدأت الثورة، أنا أقول الثورة وأعنيها بمعنى الكلمة، لا تسمية غير الثورة، هي الثورة. هاي 6 سنوات الحقل التعليمي أنا أشوف أنه انضرب، قد يكون يشوفه واحد غيري بس أنا أشوف أنه انضرب. اعتقال المدرسين، اعتقال الطلبة، هذه الفترة 6 سنوات خلفت أمور كثيرة. زين احنا طبعا لابد ان نحاول ان نرمم هذه الفترة. سؤالي ما هي الطريقة الامثل لكي نتجاوز هذه المرحلة بحيث ان نتجاوز المساوئ او العطب اللي صاد الحقل التعليمي من طلبة ومن مدرسين الى الاخوه اصحاب الدراسات العليا، لان طبعا الكل تاثر من ناحيه البعثات، من ناحيه التسرب من المدرسه، من ناحيه الاعتقالات، لان كثير من الطلاب الحين اعتقلوا وفاتت المدرسه. ما هي الطريقه الامثل لكي نعالج هذه المشكله؟ هذا باختصار استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن الاشياء اللي كنت دائما احذر منها منذ زمن بعيد، ليس منذ عام 2011 فقط، أن هناك هجمة شرسة على التعليم، وأن هناك إرادة واضحة لهدم التعليم ولإرجاع التعليم إلى الوراء. وزارة التربية والتعليم مارست أسوأ الممارسات في حق كل ما له علاقة بالتعليم من معلمين وطلبة وكل فئات التربويين ذات العلاقة بالتعليم. لي كتيب صدر يتحدث عن التطهير الطائفي في التعليم، التطهير الطائفي في التعليم، يمكنكم الاطلاع عليه على مواقع الانترنت بكتابة التطهير الطائفي في التعليم. وزارة التربية والتعليم عفوا. حياكم الله الله يخليك، الله يسلمكم، حياكم الله، الله يخليك. هي شأنها شأن الدولة، الإصلاح يجب أن يكون عاما، لا يمكن إصلاح وزارة التربية والتعليم بدون إصلاح الوضع العام، ولا يمكن مواجهة التخريب والمساوئ التي طرأت على التعليم بمعزل عن المنظومة كلها. وفي كل هذه الجوانب إذا لم تتضافر الجهود فإننا لا نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. يعني تكلم الأستاذ حسن مشكورا
عن موضوع جمعية المعلمين. احنا أسسنا جمعية المعلمين في نهاية 2000 بداية 2001. المجتمع رغم كل الدعوات التي كنا نتوجه بها إليه كان بعيد عن الجمعية، وعانينا كثيرا من أجل الحصول على دعم المعلمين من أجلهم، دعم المعلمين من أجلهم ومن أجل تحقيق مصالحهم. أتمنى أن نكون قد استفدنا من تجاربنا السابقة. طبعا احنا من الأشياء المهمة اللي نسعى لها وإن شاء الله نوفق فيها هو إيجاد مؤسسة تمثل المعلمين، ترعى مصالحهم، تدافع عن حقوقهم، ليس المعلمين فقط وإنما التعليم والطلبة أيضا. أعتقد أن هذه خطوة مهمة نتمنى من الجميع التجاوب معها من أجل الذهاب خطوات إلى الأمام في مجال محاولة إصلاح التعليم. الأبناء الطلبة يمكن اللي كانوا شوية يعني كبار منكم بما يسمح لأن يكونوا قد يعني انخرطوا في الثورة في 2011، طبعا احنا أعلننا أضراب إلى المعلمين وطلبنا من أولياء الأمور عدم أرسال أبنائهم إلى المدارس لأننا لا نستطيع أن نحميهم في ظل عدم وجود مدرسين في المدارس ولا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث لهم، خصوصا وأن الدولة يعني لا تستطيع أن تقدم أي ضمانة لحماية الطلبة في المدارس. الشباب بعضهم استانسوا، هي حلوة القاعدة في البيت هاي زينة، مهدي أبو ديب خوش رجال، قعدنا في البيت إجازة وكذي شباب. اي ترى يعني ما كان الموضوع انه والله تقعد في البيت وتوقف تتوقف عن التعلم. احنا في فترة لاحقة ايضا دعينا وزارة التربية والتعليم لإيقاف التعليم في المدارس ولم تستجب وزارة التربية والتعليم لهذا الطلب، إلى أن اضطررنا لإيقاف التعليم. لماذا؟ لأن الفتنة الطائفية أطلت برأسها من المدارس، الهجوم على المدارس من قبل فئة معينة حثت الفئة الأخرى على التواجد أمام بوابات المدارس بكثافة، وكان ممكن أن الأمور تتفاقم إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها. الآباء اللي موجودين هني يعرفون تماما أن أنا وأنت أخوان نتسامح إذا جاء واحد غلط علينا، لو مد إيده علي بعد أنا ممكن أتسامح، لكن أنا ما أقدر أشوف ابني أو بنتي الصغار يدخل واحد عليهم المدرسة ويضربهم، ما أقدر أتسامح فيها. صعبة، مو مستحيلة ولكن صعبة. شعور الأب بابنه، ويعذروني آباء الشهداء اللي قدموا أكبر تضحية بفقدان أبنائهم، لكن الإنسان ما يستطيع أن يتنازل عن الضرر اللي يلحق بابنه. فكان لابد أن احنا نطلب إيقاف التعليم بشكل مؤقت إلى أن تمر الأزمة، وهذا معمول في كل دول العالم، ولكن لم تستجب وزارة التربية والتعليم. احنا ما طلبنا ان انتم تقعدوا في البيت عشان يعني تستأنسون تقولون اعطونا اجازة وجمعية المعلمين خرج جمعية، لا، لحمايتكم ولحماية المجتمع. شكلكم تبون نسوي اضراب الحين بعد ها؟ على كل حال لجنة بسيوني اقرت بان اضراب المعلمين كان قانونياً.